استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه المهنئين من أهالي المحافظة الشمالية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار اللقاءات التي يحرص جلالته على عقدها مع رجالات المملكة من مختلف مدن البحرين وقراها خلال هذا الشهر الفضيل. وفي بداية اللقاء تشرف الأهالي بالسلام على جلالة الملك المفدى معربين عن أصدق التهاني إلى جلالته بهذا الشهر الكريم، داعين الله عز وجل أن يعيده على جلالته بوافر الصحة والسعادة وعلى أهل البحرين جميعا بالخير واليمن والبركات. وتوجهوا بجزيل الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المفدى على ما تشهده المشاريع التنموية في المحافظة الشمالية من تطور مستمر بفضل توجيهات جلالته الكريمة. وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المفدى بالجميع وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة المباركة شاكرا لهم المشاعر الطيبة التي يبدونها، وأعرب عن اعتزازه بعطاء أهل المحافظة الشمالية ومواقفهم الوطنية المخلصة ومشاركتهم الإيجابية في الحفاظ على مكتسبات النهضة الوطنية والبناء على إنجازاتها الحضارية. ونوه جلالته بدور المجالس الرمضانية في تعزيز قيم التواصل والترابط باعتبارها أحد عاداته الأصيلة التي ورثها الأبناء عن الآباء والأجداد، والتي تعكس روح الأسرة الواحدة التي تميز بها المجتمع البحريني عبر تاريخه الطويل. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. خير البداية تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. كلمة أهالي المحافظة الشمالية يلقيها نيابة عنهم الدكتور نزار علي البصري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نلتقي بجلالتكم ونحن في النصف من شهر رمضان الكريم لنرفع لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم أعطر التهاني وأزكى التحايا بمناسبة هذا الشهر الفضيل، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يعيد علينا هذا الشهر الفضيل والوطن العزيز في تقدم وازدهار وأمن وأمان. سيدي جلالة الملك المفدى، طالما عبرت يا صاحب الجلالة لقاءاتنا الرمضانية السنوية في ضيافة جلالتكم السامية الكريمة عن تجديدنا للبيعة المعبرة عن نسيجنا الوطني العريق، فهذا الجمع من الأهالي يضع أمامنا صورة فيها من الجمال ما يسعد أفئدتنا بانتمائنا إلى البحرين المجيدة وبولائنا لمليكنا المفدى، ولنفخر بعهد جلالتكم الزاهر الذي فتح فيه المشروع الإصلاحي الكبير منهاجا ودربا تميزت به مملكة البحرين على طريق النهضة والتقدم بجهود أبنائها المخلصين المتطلعين لرؤية بلادهم في مصاف الدول المتقدمة. سيدي صاحب الجلالة، لقد أفضتم على شعبكم بالحب فجاء صداه مفعما بالوفاء، وكم هي ذات بهاء ونماء في هذه اللقاءات التي نفخر
بحضورها في رحاب لقاء وطني يجمع بين قائد وشعبه، فيأتي الفيض مصاغا بروح الأسرة الواحدة والتعايش والمحبة بين أفراد البيت البحريني، وهو ما يجمعنا في رباط أطيب الشمائل ويلم شملنا في كل الظروف والمراحل. وكم يفخر أهالي المحافظة الشمالية بأن يكونوا جزءا من هذه الرؤى وأن يشاركوا في بناء الوطن، لينهلوا من توجيهات ورؤى جلالتكم القيم الرفيعة والدلالات النبيلة لنرتقي ببلادنا بين الأمم. وإننا يا صاحب الجلالة نتطلع دائما كمواطنين إلى فيضكم الدائم بالخير والصلاح، ونعبر عن العرفان والشكر لجلالتكم في عهدكم الزاهر لما تشهده بلادنا من مشاريع واعدة. وكم كنا سعداء ونحن نتشرف بجلالتكم في افتتاح مدينة سلمان كمعلم عصري متميز في سباق نهضة عمرانية وحضرية شاملة كما وصفتم جلالتكم، وما شرفتم به شعبكم الكريم من أن المستويات الرفيعة من الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا استجابة أهل البلد الكرام لمتطلبات التطوير والتعمير. وأكدتم أن تلك هي سمات الإنسان البحريني بفكره المستنير وقناعته المستقلة التي تجعله قادراً على تجاوز التحديات والسعي للتغيير الإيجابي من أجل الوطن الغالي. سيدي صاحب الجلالة، لقد منحتم يا صاحب الجلالة شعبكم فيضاً من مشاعر الحب والنقاء، فبادلكم بصادق العهد والوفاء، ويأتي تشريف أبناء شعبكم بلقاء جلالتكم مبعث فخر واعتزاز وأمل، حيث تتجسد الروح الواحدة المتحابة والساعية خلف قيادة جلالتكم الحكيمة لبناء هذا الوطن النموذج، مسترشدين برؤى جلالتكم القيمة وتوجيهاتكم السديدة لما فيه خير الوطن وحفظ أمنه واستقراره وصون وحدته وسيادته، من خلال المشاركة الفعالة في إطار التوافق على مصلحة الوطن أولاً، لنمضي في ظل قيادتكم المضفرة نحو آفاق التقدم بإذن الله. صاحب الجلالة حفظكم الله، أصحاب السمو المعالي والسعادة، الحضور الكرام، إننا أبناء أهالي المحافظة الشمالية نتطلع إلى المستقبل باعتزاز وتفاؤل وإصرار على تحقيق المزيد من المكتسبات، فطموحنا يتلاقى مع العهد العظيم لجلالتكم للعمل والمساندة بجهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتطلع لزيادة مشاركة أبناء المحافظة الشمالية في دعم عجلة التنمية الشاملة المستدامة، والانطلاق بالسواعد البحرينية التي تبني وترفع شأن هذا الوطن، مبتهلين إلى المولى العلي القدير أن يحفظ بلادنا ومليكنا وشعبنا ويمدهم بالنعم ببركة شهر رمضان الفضيل، ولتستمر مسيرة النهضة والبناء في عهد جلالتكم الزاهر، فتتوالى البركات والخيرات والمسرات على الوطن. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك تشرف السيد علي العصفور محافظ المحافظة الشمالية بتقديم هدية إلى جلالة الملك باسم أهالي المحافظة، كما تشرف سماحة الشيخ محسن بن الشيخ عبد الحسين آل عصفور رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية بتقديم هدية تذكارية إلى جلالة الملك المفدى. كما قدم الدكتور جاسم محسن المحاري كتابا بعنوان حركة التعليم الجامعي أسس علمية ومتطلبات عملية. ثم تحدث حضرة صاحب الجلالة الملك عاهل البلاد المفدى حفظه الله إلى الحضور. إخوان، شهر مبارك إن شاء الله عليكم، الله يعيده بالخير والبركة عليكم وعلى أسركم، وطبعا علينا جميعا في هذا البلد الأمين. بالنسبة للمحافظة الشمالية أشياء كثيرة لا يمكن أن أنساها. من رجال المحافظة إلى إنتاج المحافظة، جينا للزراعة أو جينا للحرف فهي مشهورة بهذا، ونجينا للموانئ والتقدم، بعد اشتهرت المحافظة برجالها في أنشطة تجارية كثيرة، ونجينا للآثار القديمة ورمز المقاومة والدفاع عن البحرين، فبعد القلعة شاهد على ذلك الموجودة. فالحقيقة أشياء كثيرة مجتمعة، ونجد جمال الطبيعة بالنسبة للمحافظة من مياه ومن خضرة، كل هذا يعتبر برنامج أن نعيده بصور أجمل وأكبر وإن شاء الله بنتائج أفضل. وهذا التوجهات الآن اللي بالفعل إحنا متوجهين بها. فمدينة سلمان هذه يقولون أول الغيث قطرة، وإن كانت هي أكبر من قطرة، 10 جزر، فتعتبر نوع من الأرخبيل، 10 جزر مترابطة بجسور، وأعتقد إلى آلاف المواطنين. والفكرة بسيطة، إحنا لما رأينا أن بعض اللي عندهم إمكانيات أن يكونون في مناطق أريح من المدن، بحيث أنه يعني إطلالة على البحر وراحة أكثر من الإزعاج، قلنا إحنا نبني مدننا الإسكانية على نفس النمط. المواطن بعد تكون له إن شاء الله إطلالة على البحر ومكان مريح يرتاح فيه. وبالفعل مهما نعمل مقصري. فاليوم إذا جينا حتى إلى باب الإصلاح، وأنتوا شكرتوا وأنا شاكر على ما توصلنا له، الإصلاح اللي حصل لو ما تجاوبكم جميعا لما حصل، ولكن التجاوب أنتج، وهذا ليس نهاية الطريق، هذه هي البداية. احنا نكمل وإن شاء الله اللي من بعدنا يكملون، ولكن النهج هو للأفضل وللأحسن باستمرار. الدافع واضح، الدافع بسيط، أن أهل البحرين متمكنين من فهم الأمور، فهم الحدود، فهم المطلوب بعلمهم وبخبرتهم وبجهادهم المستمر في طلب المكانة اللازمة والمكانة المرموقة والعيش الكريم. وإحنا جزء منكم، احنا معاكم. وعلى كل حال البحرين جزيرة، وأهل الجزر
يصبحون عائلة، لا يمكن يتفرقون، لأن ما هنا وديان سحيقة أو لا هنا جبال شاهقة تمنع الناس عن بعضها بعض. احنا من الله خلقنا إلى اليوم واحنا أسرة واحدة، وهذا قوة البحرين. مهما حدث في الإقليم أو في العالم من مآسي للأسف نحزن لحدوثه، احنا نبقى إن شاء الله في أمان بتكاتفنا. وهذا أبرك بلد في العالم ولله الحمد، مشهورة بمحبتها والكل يحبها. أنا على كل جولاتي في العالم ما سمعت يوم ولا وأنا مو معروف، يعني أحياناً أتجول ما أسمع شيء عن البحرين وعن أهل البحرين إلا كل خير. أنهم ناس يعملون يدرسون يقومون بواجباتهم على أكمل وجه مهما كانت الدينية والدنيوية، فهذا الحقيقة الأساس اللي جعلكم ولله الحمد تستاهلون الخدمة. على كل حال أنتم تشجعوا، أنا لو طلبت شيء من أي واحد في هذا البلد يقوم باللازم وأكثر، حتى ولو كان المقابل قليل أو من دون مقابل يفرح أنه يخدم. كل واحد منا أعتقد يشعر بهالشعور عندما يطلب منا العمل ويعطى مهمة يفرح أنه أعطي هذه المهمة للعمل، لأن طبيعتكم وطبيعة الجميع نشاط وعلم. فعلى كل حال أشكركم، إن شاء الله شهر مبارك ونشوفكم إن شاء الله في مناسبات عديدة، إن شاء الله نزيد من هذه المناسبات تبينون لنا اللي في خطركم ونبين اللي في بعد خاطرنا. وأنا أشكر على الكلمة الممتازة اللي الحقيقة عبرت عن شعوركم وعن شعوري يعني كذلك وياكم، الشعور مشترك. شكرا وكل عام وانتم بخير. من جانبه عبر سعادة السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية عن المعاني العظيمة والدلالات السامية لهذا اللقاء الرمضاني الكريم بجلالة العاهل المفدى، وقال أن أهالي المحافظة حالهم حال سائر الأهالي في محافظات المملكة، يعبرون بكل معاني الإخلاص والصدق والامتثال بالسير على النهج الذي رسمه جلالته لهذا الوطن الغالي على محاور التطوير الشامل كأساس قوي للإصلاح والاستعداد للمستقبل وتحدياته، ويفتح المجال لكل أبناء الوطن لرفع مكانته بين الأمم.